استقبل سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه السيد باول سالم رئيس معهد الشرق الاوسط بالولايات المتحده الامريكيه والوفد المرافق بمناسبه زيارتهم لمملكه البحرين وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الاوضاع السياسيه والامنيه في المنطقه والتحديات الاقليميه والدوليه وبحث سبل التعاون المشترك في مجال البحوث والدراسات والمنتديات المتخصصه في قضايا الشرق الاوسط على المستويات السياسيه والامنيه والاقتصاديه